أهلا وسهلا بكم في مدارس العربية الوطنية. نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنين والبنات. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. يلا يا توفيق، ما هي حروف المد؟ أحسنت، برافو عليك. يلا يا محمد، ما هي حروف المد الطويل يا حمودة؟ أه أه طلع علي. أه أو أحسنت، برافو. زافوا لحمودة، يلا زايف لحالك يا حمودة، برافو. كريم، ما هي حروف المد الطويل؟ علي صوتك، صوت عالي. آ بعد آ أو إي، برافو عليك، زافوا له يلا لكريم، صوت عالي. ما هي حروف المد الطويل؟ أحسنت، برافو عليك. مودة، ما هي حروف المد الطويل؟ أحسنت، برافو. يلا يا سوسو عادي، ما هي حروف المد الطويل يا سارة؟ ما هي حروف مالك، شو حروف المد؟ برافو، يلا اكتب لي حرف المد. برافو، زبط لنا يا أكثر. ايه برافو، زقفه قويه مالك. عبد المالك، ما هي حروف المد الطويل؟ احسنت، برافو يا شاهين، برافو. يلا يا عماد، ما هي حروف المد الطويل؟ يلا يا قيصر، ما هي حروف المد الطويل؟ احسنت، ما هي حروف المد الطويل يا يامن؟ أحسن، زافوا ليامن. أمير، شو حروف المد؟ برافو، اكتب لنا حرف المد. برافو، زافي قوي لأمير. يا جود بصوت عالي، ما هي حروف المد الطويل؟ حروف مد الطويل حروف قوية ولا ضعيفة؟ قوية. أحسنتي. سوار الحلوة، شو حروف المد؟ برافو، طب اكتبي لنا حرف المد. برافو، زافي قوية لسوار. سارة، ما هي حروف المد الطويل؟ احسنت، حروف قوية أو ضعيفة؟ محمد، شو حروف المد؟ برافو، يلا اكتب لي حرف المد. برافو، زقفة قوية لمحمد. يا الحلوة، شو حروف المد؟ برافو، اكتبي لي حرف المد. زقفوا لماريا. رويدة الحلوة، شو حروف المد؟ برافو عليكي، طب يلا اكتبي لنا حرف المد. برافو، زقفة قوية لرويدة. من يسي الأمورة، شو حروف المد؟ برافو، يلا اكتبي لي حرف المد. برافو، زقفوا لمنيسيا. شو حروف المد؟ او اي، معلي صوتنا. اوكي، يلا اكتبي لي حرف المد. برافو، زقفي قوي العبير. يلا، ما هي حروف المد الطويل يا حمودة؟ بصوت عالي. او اي، برافو. حروف ما لها حروف المد؟ حروف حروف قوية، أحسن، زافوا لحمودة. ما هي حروف المد الطويل يا ريتال؟ حروف المد الطويل حروف حروف قوية ولا ضعيفة؟ قوية. أحسنتي، زافوا لها. مريم الحلوة، شو حروف المد؟ او اي، برافو، يلا اكتبي لي حرف المد. برافو، زقفة قوية لمريم. عن الحلوة، شو حروف المد اللي أخذناهم اليوم؟ علي صوتك. او ايوه اي، برافو، يلا اكتبي لنا حرف المد. برافو، زقفة قوية لليان. سيف، شو حروف المد؟ او او،
برافو. طيب اكتب لي حرف المد. هو آ. برافو زفي قوية لسف. أنا الحلوة. شو حروف المد؟ برافو. يلا اكتبي لي حرف المد آ على السطر اللي فوق عشان انت طويلة. مدينا تحت. برافو زفاوية لزينة. حلو. شو حروف المد؟ شو حروف المد؟ آ. أوه إيه. برافو عليك. يلا اكتبي لي حرف المد آ. أيوة. برافو زفاوية لرنوا. شو حروف المد؟ آ. أوه إيه. برافو. يلا اكتبي لي حرف المد آ. تحت على السطر اللي تحت. أيوة. برافو زفي قوي لحمزة. أهلا وسهلا بكم في مدارس العربية الوطنية. نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنين والبنات. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.